بحال كما تعرف كاينه ازمه عالميه ديال المكونات ولا لي بياس دو روشونج ولا لي بياس بور لا كونستركسيون ديال لي فيكول. دونك كاين واحد الازمه ديال 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 السيارات. هذه ازمه عالميه اللي بدات مع الازمه ديال كوفيد 19. الحمد لله في المغرب القطاع ديال السيارات غادي مزيان، كاين الطلب الان، كاين تواجد ديال 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 ميم لو ستوك اكطوالمون il devient plus ou moins disponible par rapport le stock اللي كان عندنا افون. دونك الحمد لله حنا متفائلين خاصه في هذه اخر سنه انه يكون انها تكون سنه مزيانه ان شاء الله. هذه 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 خاصيه خاصه مدينه مراكش، انك تعرفوا حنا مدينه مراكش جميع القطاعات اوني لي ان تي بو لو سيكتور توريستيك في مدينه مراكش، وبما ان القطاع السياحي في مدينه مراكش تضرر بزاف ومدينه مراكش تضررت بزاف من الازمه ديال الكورونا، بطبيعه الحال حتى حنا كان علينا تاثير على على هذا، لان الاغلبيه ديال الزبناء ديالنا عندهم علاقه بالقطاع السياحي، وخاصه كما ذكرت قبيله الناس ديال النقل السياحي، الناس ديال وكالات كراء السيارات، الفنادق في مدينه مراكش تاثروا بطبيعه الحال، حنا تاثرنا معاهم. ولكن الحمد لله بدينا تنحسوا بالبوادر ديال الانفراج، ان الناس بداوا كاين اقبال اكثر من كي كان على السيارات، خاصه في اشهر ديال اكتوبر ونوفمبر ديال هذه السنه هذه، وتنتمناو ان هذا الاقبال هذا يكثر ان شاء الله. الحمد لله الارقام ديالنا كما كان الحال حسن من الارقام ديال سنه 2020، ولكن باقي ما وصلناش داكشي اللي تنطمحوا ليه، لان كما قلت مع الازمه اللي كاينه دابا لا في لا ديسبونيبيليتي ديال السيارات ولا حتى الحاله الاقتصاديه ديال مدينه مراكش. مي الحمد لله حنا في تحسن مستمر ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الاطار ابتداء من اليوم غد تنظموا الايام المفتوحه عندنا في الشركه ديال مانيسوتو الخاصه بلا مارك ديال جيب، اللي غادي يكونوا فيها عروض، خاصه عروض من ناحيه الاثمنه ديال السيارات وعروض حول لو فينونسمون. غادي يكونوا دي زوفر ديال لو كريدي غراتوي بور لي كليون ديالنا ان شاء الله. غادي تليها ان شاء الله واحد الابواب مفتوحه خاصه بالمارك فيات، اللي غادي يكونوا فيها حتى هما اثمنه بالنسبه للناس، وغادي يكونوا عروض ديال التمويل حتى هما اللي غادي يكونوا جد ممتازه بالنسبه للكليون. حنا متفائلين ودائما غادي نبقاو متفائلين، ما حد ما في مدينه مراكش غادي نبقاو متفائلين ان شاء الله.